صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. ونروح دلوقتي ونستعرض معاكم مجموعة من الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بمشيئة المولى عز وجل من خلال هذا التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيتم توزيع جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب بقاعة صلاح جاهين الساعة 6 بالليل ضمن فعاليات المعرض اللي بيستقبل زواره بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. بيقدم المعرض 6 جوائز بتمنح مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى، وهي أفضل كتاب مترجم، أفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب في مجال التأليف المسرحي مع أكاديمية الفنون، وجائزة أفضل ناشر مصري مناصفة مع اتحاد الناشرين المصريين، والأول مرة جائزة أفضل ناشر عربي مناصفة مع اتحاد الناشرين العرب، وجائزة أفضل كتاب في مجال تحقيق التراث بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية. النهاردة هيفتتح بيت السناري معرض تفاصيل مصرية للتصوير الفوتوغرافي. المعرض هيضم العديد من الصور الفوتوغرافية لمجموعة من الفنانين، وبيستهدف تعزيز ونشر التراث الأصيل للثقافة المصرية. النهاردة هتجرى قرعة مباراة مصر وباراغواي في المباراة الفاصلة لتحديد البقاء بالمجموعة الثانية العالمية في كأس دافيس للتنس، وبيقوم بإجراء القرعة الحكم الدولي الإيطالي ريكاردو كارلوس، وهتنطلق المباراة بكرة الجمعة وهتستمر على مدار يومين بملعب السنتر كورت بنادي الجزيرة.